مرحبا بكم، حلقة جديدة من السيناريو القادم على شاشة النيل. الأخبار تتحدث اليوم عن سوريا. مفاوضات بدأت وانطلقت في جنيف اليوم بمقر الأمم المتحدة وبرعاية أممية. المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا تحدث عن سوريا في مرحلة انتقالية وربما انتخابات رئاسية. هذه التصريحات التي قوبلت من قبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم باستهجان واستهزاء، سواء فيما يخص هذه التصريحات التي تخرج على لسان غير لسان الشعب السوري أو حتى من فرض أمر واقع على هذا الشعب. سوريا خط أحمر وبشار الأسد ملك للشعب، هذه هي التصريحات بنصها كما وردت على لسان المعلم. أيضا تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي والذي تحدث أنه لابد من نجاح هذه المفاوضات التي تكون برعاية وتنسيق أمريكي روسي، لأن من يعول على هذه الهدنة الهشة التي جاءت بوقف الأعمال العدائية على مدار الأيام الماضية على الرغم مما حققته من نجاحات إذن هو واهم، لأن هذه الهدنة لن تبقى بهذا الشكل دون حلول سياسية على الأرض. إذن المشهد السوري بسيناريوهاته المختلفة في هذه الجولة الجديدة والتي ربما اختلفت في معطياتها. اليوم المعارضة بدأت في الاتجاه إلى جنيف، المعارضة التي انسحبت من مفاوضات جنيف في أواخر يناير المنقضي، ووقف للأعمال العدائية وهدنة ما زالت مستمرة ومتوازية مع هذه الحلول التي تخرج على الأرض. سوريا إلى أين وهل ستقسم سوريا أم هي سيناريوهات ربما لوضع حلول سياسية؟ بل والأحدث هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يأمر وزير دفاعه منذ لحظات بسحب القوات الرئيسية من سوريا. ماذا يعني كل هذا؟ والأبرز فوق كل هذا وذاك هو التنسيق المشترك ما بين الرئيس السوري الحالي بشار الأسد. كل هذه السيناريوهات مع ضيفي الكريم في السيناريو القادم اليوم، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء هذه الحلقة بسيناريوهاتها المختلفة. انطلقت في جنيف مفاوضات غير مباشرة بين النظام السوري والمعارضة في مسعى لإنهاء الحرب التي تدخل عامها السادس، لكن الهوة لا تزال كبيرة جدا بين الطرفين رغم صمود هدنة ميدانية بينهما. ودعت واشنطن وباريس إلى مفاوضات حقيقية، واتهمت دمشق بمحاولة عرقلة عملية التفاوض من خلال السعي لأن تجني من التفاوض بحث مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة وحلفاؤها برحيله. في جنيف قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ماستورا بعد اجتماعات غير رسمية مع وفدي النظام والمعارضة أنه ليس هناك اتفاق حتى الآن على جدول أعمال المفاوضات. وأكدت المعارضة السورية أنها حضرت إلى جنيف لبدء التفاوض حول هيئة الحكم الانتقالي وليس الانسحاب. لكن المفاوضات التي بدأت بجنيف تعقد في ظرف مختلف جذرياً، استتفق مع اتفاق لوقف أعمال القتالية بين النظام والمعارضة، هذا وتضغط واشنطن وموسكو لإنجاح المفاوضات. ومن أجل فتح الطريق أمام ذلك رعت اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري منذ فبراير الماضي والذي لا يزال صامدا رغم بعض الانتهاكات المحدودة. وتمكنت الأمم المتحدة من إيصال المساعدة لنحو ربع مليون شخص يعيشون في مناطق محاصرة، وهو ما كانت تطالب به المعارضة. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن أي انتهاكات وإن كانت متقطعة لاتفاق وقف الأعمال القتالية يهدد العملية السياسية، داعيا مجددا موسكو وطهران حليفة دمشق إلى استخدام نفوذهما على النظام السوري. في تلك الأثناء اتهمت روسيا الأحد تركيا بالتمدد خارج حدودها مع سوريا، مشددة مجددا على ضرورة إشراك الأكراد في مفاوضات السلام لتحاشي خطر تقسيم الأراضي السورية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إن تركيا ومع مطالبتها بعدم تعزيز مواقع الأكراد في سوريا تتزرع بسيادتها لخلق نوع من المناطق الأمنية في الأراضي السورية.
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة هو ضيفي في السيناريو القادم، يحلل ويناقش هذه السيناريوهات المختلفة حول الملف السوري برمته بكافة أطرافه حتى وإن كانت متصارعة على الأرض. برحب بحضرتك مرة ثانية. أهلا بحضرتك. دعنا نبدأ دكتور طارق من الأحدث وهذه التصريحات الروسية. بوتين يدعو إلى سحب القوات الرئيسية بتنسيق وبعلم سوري من على الأرض في سوريا اليوم، في اليوم الذي تبدأ فيه المفاوضات في نفس ذات اليوم. كيف ترى هذا التصريح وتقرأه؟ يعني شوفي حضرتك، هو طبعا المواقف هو طبعا لسه مش واضح طبيعة القرار العسكري، هل هو قرار عسكري بإعادة انتشار ولا بسحب كامل لكافة القوات ولا تأمين المناطق التماس الاستراتيجي الخاصة بالقاعدة العسكرية والقاعدة الفرعية اللي هي في مناطق الساحل. يعني لسه الأمور مش واضحة بالنسبة للقرار، لكن في كل الأحوال نحن أمام مستجد لو حضرتك بتربطيه بانعقاد المفاوضات، لأن المفاوضات مفترض إجرائيا ستبدأ اليوم وتستمر اليوم 24. نعم. في الأول يوم من المفاوضات هذا يحمل رسالة مهمة إلى أن هناك ترتيب ما يجري ما بين الجانب الروسي، وأعتقد أنه الجانب الأمريكي محاط علما بتفاصيله، لأن هناك جملة من الاتصالات أمس تمت بين الطرفين، فأعتقد أنه ده في جزء منه ترتيب للخطة باء في حال فشل المفاوضات. ليه؟ لأنه إحنا مش بنتكلم على المفاوضات كمسار تفاوضي حول جدول أعمال اللي حضرتك أشرت إليه في بداية الحلقة، وفعلا ما بدأ أنه كل طرف هيبدأ يصعد، ودي أمور يعني متعرف عليها في علم المفاوضات، وهكذا بدأ وزير الخارجية السوري في المفاوضات السابقة بنفس النبرة بنفس الخطاب السياسي. القضية ليست خط أحمر أو أزرق الرئيس بشار، إنما القضية مرتبطة باللقاءات قبل أن تبدأ المفاوضات. نعم حضرتك تعلمي ان ربما الكل ذهب بورقة دون غير. بالضبط، يعني هو طبعا وفد المعارضة او الهيئة العليا للمفاوضات رايحة معها ورقة عمل كاملة بتصورات الحل، لكن يعني اذكر حضرتك انه هي في المرات السابقة حدث هذا، يعني كان في مسودة كاملة لأطر الحل. القضية بيتم اختزالها في ثلاث قضايا رئيسية أو ثلاث ملفات رئيسية اللي هي مرتبطة بالإدارة الانتقالية وتوقيتاتها، الجزء الثاني إجراء الانتخابات، والنقطة الثالثة هو الدستور وإجراءات التغيير. النظام السوري لم يغير موقفه أو يزحزح موقفه لحظة من الثلاث قضايا، يعني بعيد عن كل اللي حضرتك شايفاه وهو بيتكلم. طيب دعنا نتحدث بشكل اكثر تفصيلا. فضل. النظام السوري الرسمي تحدث عن لسان وزير الخارجيه وليد المعلم، قال ان سوريا خط احمر، انا بشار الاسد ملك للشعب السوري. صحيح. لا اقبل ان يتحدث احد عن انتخابات الرئاسيه وما بين القوسين المبعوث الاممي ستيفان دي مستورا في سوريا وهو فقط حديث ملك لهذا الشعب بتقرير مصيره. ده الجانب الرسمي. جانب المعارضة يتحدث عن هيئة حكم انتقالية، يتحدث فيها عن عدم وجود لبشار الأسد في هذه الخريطة. صحيح. أو هذه المعادلة، وأيضا ضغوط خارجية سواء ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في الغرب، أو حتى في تنسيق مع روسيا التي قادت هذه العمليات من أجل تقوية بشار الأسد دعنا نقول في الداخل السوري وفي السيطرة على الكثير من المدن. كل هذه الأمور والأوراق عندما توضع على الطاولة كيف تراها في ظل هذه؟ شوفي ما حضرتك ما ذكرتي، ده طرفي المعادلة وفي شروط من طرفي المعادلة، وهذه الشروط هي التي من المفترض هي الاستحقاقات التي ستبدأ بها عملية المفاوضات. هدف المبعوث الأممي أن يفكك عناصر الأزمة ويقرب وجهات النظر، لكن ليست من صلاحياته، وهو هنا وزير الخارجية السوري محق في هذا، أنه ليست وظيفته أن يحدد جدول الأعمال، لأنه ليست في المرجعيات السابقة من أول تفاهمات جنيف واحد واثنين واللقاءات اللي تمت في ميونخ وما تلاها كلها لم تتحدث عن أن المبعوث الأممي هو الذي سيصيغ جدول الأعمال. وبناء عليه ما ذكرتي حضرتك الثلاث قضايا الرئيسية هي دي لب المفاوضات، لكن كيف يراها الجانب السوري وكيف تراها المعارضة. نقطة التوافق لابد أن تبدأ من نقطة تلاقي يتفق عليها الطرفين. الجانبين ذهبوا إلى المفاوضات حتى هذه اللحظة لإدارة المفاوضات، ويجب أن نميز بين المفاوضات كعناصر حيتم التفاوض عليها زي ما أنا وحضرتك قاعدين على المائدة. لا. بنتناقش، وزي ما هو بيتكلم في الإجراءات الإجرائية، الإجرائي اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو إيه؟ الاثنين لا يمكن أن يلتقيا على مائدة واحدة في هذا التوقيت،
الشروط التصعيدية ان الوفد يجي 24 ساعة ولا يجي 25 ساعة لقضية مش بهذه الصورة. فكرة ان المعارضة اذا المعارضة جاية معاها تصور مش هتغيره بالصورة اللي احنا متوقعينه. طب الحل ايه؟ الحل ان المبعوث الأممي هيبدأ يفكر النهاردة ومدة معاه 10 ايام لغاية يوم 24 في تكشف مسار يبدأ منه المفاوضات. اظن ان البداية ستكون مرتبطة بما يسمى المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية مش 18 شهر زي ما هو بيتكلم، لان 18 شهر دي مدة طويلة ستتغير فيها الدنيا بأكملها في سوريا، لان اليوم احنا ما بنقعدش بالاسابيع وبالايام، احنا بنحسبها بالساعات. فالنهارده النظام السوري اذا كان بيفكر في نهاية بداية التفاوض، يعني الافق اللي بيتحرك فيه او المساحة التفاوضية اللي هيشتغل عليها المفاوض السوري، هو انه يذهب خلال ال 18 شهر اللي هي محددة تمام لإدارة ما يسمى التفاوض، ثم يكسب مساحات بس سياسية. إن في نهاية 18 شهر من المفترض أن تجرى انتخابات رئاسية أيا كان، لكن هو النهاردة ده الهدف النظري. أنا إحنا بنتكلم حضرتك في إطار ما يسمى هندسة التفاوض، في حاجة اسمها في علم التفاوض هندسة التفاوض. أنت حضرتك بتحطي مجرد الجلوس وبعدين نبدأ نتكلم ونتفاوض وتتشابك القضايا. انت بتهندسي شكل المفاوضات، لكن مش شرط حضرتك توافق عليه او انا وافق عليه. الى ان نذهب الى هذا الاستحقاق او قبليه، في مكاسب مباشرة بيجنيها النظام السوري. النظام السوري النهاردة عنده اصول وخصوم لعملية التفاوض. الاصول بيشتغل عليها النهاردة ان هو يتمركز فيما يسمى سوريا المفيدة او سوريا الرئيسية او سوريا الصغرى، اللي هي مساحتها من 17 الى 20%. دي سوريا المفيدة بالنسبة. ده بيحمل في طياته ما هو معناه ان سوريا من الممكن ان تقسم عدد من المناطق. دي انا هاشير ليها، بس انا بقول الهدف دلوقتي الاستراتيجي يا استاذة هبة للنظام السوري هو التمركز حول سوريا المفيدة. سوريا المفيدة هي المساحة اللي احنا بنتكلم فيها دي ليتمركز بقواته ويحافظ عليها. طيب هل ده هو ده الهدف؟ الهدف التكتيكي هو الاستمرار في التفاوض. ليه؟ لانه لا يريد ان يخسر ارضا على المستوى الدولي انه النظام السوري رافض المفاوضات، لكن في قناعة المفاوض السوري انه لن يفاوض، يعني في قناعة المفاوض السوري وكل الاطراف تعلم هذا. طب ليه هو مستمر في المفاوضات وذهب الى جنيف؟ لانه لا يستطيع ان يقول للمجتمع الدولي ولا القرارات الدولية ولا تفاهمات جنيف واحد واثنين انني لن افاوض. صراحة لا يستطيع. لن يستطيع عن هذا، ولكن عنده بقى ايه؟ عناصر استقواء بيتحرك بيها على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. المستوى الدولي هي روسيا. روسيا التي اعادت سوريا المفيدة او المساحات الرئيسية، المدن الاربعة الرئيسية، وطبعا الدعم الروسي الكبير ما كانش دعم عسكري واستراتيجي فقط، لكن ايضا دعم سياسي في مجلس الامن وعلى المستوى الدولي، وعنده على المستوى الاقليمي ايران، وعنده قوات حزب الله. نعم. وعنده القوى المالية. فانت بتتكلمي حضرتك على نظام استطاع ان يستقوى بكل الاطراف، بكل هذه الاطراف. نعم. دوليا واقليميا. الجانب الاخر المعارضة، انت حضرتك مش عارفة تحددي اي معارضة. صحيح. يعني المعارضة المسلحة. وفكرة تعريف معارضة معتدلة ام معارضة غير معتدلة، يعني لغاية دلوقتي مش عارفين التعريفات المطاطية. مش عارفين نصنفها استاذ هبة لغاية دلوقتي. وبناء عليه احنا بنتكلم في اما جينا نعمل هدنة ونحاول ان ننجحها على الارض. فكرة الهدنة كانت ايه؟ ان هو حضرتك يوقف العمليات العسكرية ويبدأ مسار تفاوضي حتى بدون اي مرجعية او سقف زمني، مع استثناء ايه؟ جبهة النصرة وطبعا تنظيم داعش. لكن هما الاثنين كطرفين، انا اؤكد لحضرتك وده يعني امر واقع، ان معظم العمليات العسكريه اللي اتقابلت بالقوات الروسيه لم تستثني داعش او غير داعش، لان هو بيحدد حصل خروقات، والحقيقه عول عليها في تصريحات كثيره على الجانب الرسمي السوري. صحيح صحيح. يعني هل اتهامات المتبادله كانت السؤال المشروع هل القوات الروسيه استهدفت تنظيم داعش ولا لا؟ هل هي وضعت خريطه لهذه التنظيمات والتعامل معها؟ لا احد يعلم بهذا. الهدف العسكري والاستراتيجي المعلن اللي اعلنه على الجانب الروسي هو ان احنا بنامن الوجود الكبير الروسي اللي موجود في القاعده العسكريه، بيفكر يوسع مناطق التماسك الاستراتيجي على الساحل، بيحمي المدن الرئيسيه، ثم يبدا بعد ذلك ايه في عمليات اخرى. في حين انها نجحت نسبيا على المستوى الانساني. طبعا طبعا في وصول المساعدات. طبعا طبعا لانه هو طبعا كان الهدف، وده طبعا هدف في حد ذاته جيد. الروس بنوا عليه وجودهم في هذا، لكن اليوم طبعا مستجد اللي هو طرأ بموضوع الانسحاب ده.